مرحبا بكم يا صغار في قناة ألعب وأتعلم سلسلة أتعلم اللغة الفرنسية. اليوم سوف نتعلم حرف جديد من حروف اللغة الفرنسية، ولكن قبل سوف نقوم بمراجعة بسيطة للحرف الماضي. ما هو الحرف الذي تعرفنا عليه في الفيديو السابق؟ جيد، لا lettre A. أين هي لا lettre A؟ جيد يا صغار، هذه لا lettre A. لا lettre A. اليوم سوف نتعرف على حرف جديد، وهو الحرف رقم 2 من حروف اللغة الفرنسية. هذا هو الحرف رقم 2 من حروف اللغة الفرنسية، ينطق ب. ب لا lettre ب. ب هكذا يا أطفال، ب ب ب ب. إذن الآن سوف نتعرف على طريقة كتابة لا lettre ب. نكتب الحرف ب أو لا lettre ب عن طريق 3 مراحل. المرحلة الأولى، نقوم برسم خط مستقيم بهذه الطريقة من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. هذا فيما يخص المرحلة الأولى. ثم أبدأ من الأعلى وأقوم برسم نصف دائرة أو قوس إلى غاية منتصف المستقيم. هذه المرحلة الثانية. ثم أقوم برسم قوس آخر إلى غاية نهاية المستقيم. هذه المرحلة الثالثة. La lettre B. La lettre B. الآن ننتقل إلى النشاط. الآن يا أطفال سنقوم بكتابة La lettre B باستعمال الأزرار. إذن سوف أبدأ بالمرحلة الأولى وسوف أضع مستقيم عمودي، ثم أضع القوس الأول، ثم القوس الثاني، وهكذا أكون أنهيت لا lettre ب. شكرا على المتابعة يا أطفال، انتظروني في الفيديو القادم مع حرف جديد. مع السلامة.